نخش بقى على اسئله المشاهدين. اوكي، استاذ محمد متولي بيقول صباح الفل على حضراتكم، كنت عاوز اعرف هل ممكن الاقي الب مالتي فيت عندنا في محافظه البحر الاحمر؟ طبعا الب مالتي في دلوقتي متواجد في كل محافظات مصر منها محافظه البحر الاحمر، ويقدر ياخده من الصيدليه. بليز لو لسه ما وفرناش في الصيدليه اللي جنبه، احنا انا بقالي شهر وبشتغل للنهار، فممكن الاقي يعني لسه في صيدليه ما رحت لهاش، ما عندناش بديل. لكن هو اكيد احنا في خلال شهر هنكون مغطين كل محافظات كويس مصر والبحر الاحمر كمان. كويس جدا. سعره حلو جدا، فهدي لك بديل اغلى بديل ارخص. انا ما عنديش بديل، وكل مره يعني صوروا الب مالتي فيت من على الشاشه وقول لهم احنا مش عايزين غير ده. صح كده. استاذ احمد علاء بيقول صباح الخير، هو صحيح ممكن نقص الفيتامينات تؤثر على صحه الرجل بالنسبه للانجاب؟ اكيد ممكن طبعا، يعني من مشاكل الخصوبه طبعا هو بيروح لدكتور لانه بيحتاج ادويه، لكن من الفيتامينات الداعمه للخصوبه عندي فيتامين زي سوري من المعادن الزنك. الزنك داعم للخصوبه جدا، بيحسن جوده الحيوانات المنويه، بيحسن الحركه، بيعمل على عدم تشوهاتها، والنحاس مهم جدا لتجديد. انت عارفه اي حاجه في جسمنا بتتجدد. الحيوانات المنويه بيحصل لها تجديد فمحتاجه نحاس، فاي اي حاجه فينا بتتجدد سواء الدم سواء اي حاجه محتاجين معدن النحاس. طب هل ده برضو بالنسبه للسيدات؟ لو هنقلبها للسيدات مش للرجال، السيدات مهم جدا ليهم للتبويض بتاعهم وتحسين الخصوبه فيتامين اي. فيتامين اي انتي اوكسيدنت من الدرجه الاولى، مهم ان انا ادعم جسمي بمضادات اكسده، هقلل الالتهابات، همشي الدوره الدمويه في المبيض عندها، وهيحسن لها الخصوبه جدا. فيتامين اي مهم ليها مع الادويه بتاعت الدكتور. بالظبط، مع الادويه الاخرى، دي نقطه برضو مهم. دكتور دينا بقى، في ايمان منعم اخر حد، هو الشعر المتقصف ده سؤال كومن قوي، واللي مش بيطول ده سببه نقص فيتامين ايه، واعمل ايه تحديدا؟ الشعر المتقصف ممكن يبقى من احد الاسباب ده، ومن الفيتامين الاقوى للشعر البيوتين، وده متوافر البيوتين فيتامين بي 6 اعتقد 6 او 7 متوافر في الب مالتي فيت. مهم جدا انها تستخدم الب مالتي فيت عشان يدعم شعرها. البيوتين مهم، فيتامين اي مهم، الزنك مهم، والكوبالامين مهم للشعر لانه بيحسن تكوين خلايا الدم. فالب مالتي فيت هتستخدم منه كبسوله واحده في اليوم، وبلاش اكثار من المكملات الغذائيه، يعني هو واحده مش هناخد خمسه منه. لقيت بقى شعري بيتظبط؟ لا هتشوف نتيجه على فكره في خلال 10 ايام، هتاخدي كل يوم قرص بعد الفطار. ده بجانب بقى العادات السليمه للشعر برضو، يعني اكيد لازم اعالج من جوه ولازم من بره برضو السشوار، يبقى بعد ما الشعر بينشف شويه. صح. مش وهو مبلول. صح. اللي نروح نعمل نغسل شعرين عند الكوافيرات، انا بكره الحركه دي، تمسك شعرك وتقعد تسلكه على الحوض. ده ابشع شيء. صح. ده ابشع شيء، يعني معرفش الثقافه عندنا غريبه جدا. صح. لا حاجه صعبه. طيب لو هنرجع تاني للعظام، ايه احسن سن ممكن ان انا الحق نفسي او ابني او الحق اي حد فيه؟ هل انا لازم ابدا من وانا صغير مثلا في سن معين، ولا الموضوع عادي ممكن يبقى نسبي، او ان انا ممكن على سن ال 40 سن ال 45 ابدا ان انا اهتم؟ انا بقول من سن 13 14 سنه ابتدي لو هستخدم الب مالتي فيت، لان انا زي ما انا قلت التراكيز معقوله جدا، فانا استخدمه لان هو مش علاج، هو مش هستنى بعد ال 40 عشان اعالج حاجه، بستخدمه من سن بدري. هيدي الفيتامينز الكويسه ليه مع الاكل الصحي. عشان كده بقول ان لازم احاول اكل اكل صحي. الب مالتي فيت مليان مضادات اكسده، مهم للسن الصغير ومهم للرياضيين جدا. عشان فيتامين بي مهم جدا، الدعم للاعصاب ليهم. الزنك مهم لان الزنك بيريح العضله بعد الجيم. اكيد السن الكبير هيحتاج، لكن طبعًا. انا ما عنديش مشكله ان السن الصغير يبتدي من سن 14 سنه يبتدي ياخد الب مالتي. هو ما فيش حاجه بيعملها للذاكره، لسه كنت بتكلم مع كريم في الانترو والله، بقول له بعد الكوفيد انا تحديدا الذاكره عندي ما بقتش زي الاول. وفي دي اعراض للناس كتيره جدا يعني، فهل ممكن فعلا ده يفيدني في حته الذاكره؟ اكيد، لان انا خايفه تروح خالص تبقى مشكله، عارفه مفيش حاجه مضمونه يعني. لا، هو مشكله النسيان متكرر لا بس بجد بعد الكوفيد فعلا انا ما كنتش كده قبل، يعني الموضوع بقى صعب.
مفيش مشكله انك انت تدعمي اكيد اعصابك، لان الـ 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 المخ اعصاب والاعصاب المخ مهمه. انا عندي فيتامين بي دعم، فيتامين بي كومبلكس بكل مشتقاته دعم الاعصاب. مهم انك تاكلي اوميجا. اوميجا ايه بقى؟ ولا اوميجا 3 او او تجيبي اوميجا 3. مهم السمن السموك، مش السموك المطبوخ. أوكي. ده داعم جدا، لان الدهون الصحيه مهمه جدا للمخ. المخ كله دهون. انا مش مع ان انا ما اكلش دهون، كله دهون صحيه. صح، احنا بنروح يا دكتور احنا بنروح في سن صغير والله.